بسم الله. طيب الحين بنتكلم على أول درس اللي هو درس الطباعة. طبعا جميع لغات البرمجة جميع أو جميع المدرسين لازم يعلمون أول شيء لو أول درس يكون الطباعة. طبعا جميع اللغات كلها الآن تتفق على رمز معين في الطباعة اللي هو برنت اللي تشوفونه قدامكم الآن. طبعا في لغات ثانية حطت يعني بدائل ثانية اللي من ضمنها ايكو زي في لغة البي اتش بي. طبعا هي كلها وظيفتها واحدة انها تطبع لك، لكن الفرق انه في البي اتش بي ان الايكو اسرع طباعه من البرنت. عموما احنا ما بنتكلم عن البي اتش بي، بنتكلم عن لغه البايثون. طبعا البايثون فيه تقريبا 3 انواع عشان تطبع. النوع الاول كيف تطبع الجمل او الكلام، والنوع الثاني كيف تطبع الارقام، والنوع الثالث كيف تطبعهم كلهم مع بعض. هي سهله جدا، ما راح ناخذ وقت طويل. عموما احنا بنكتب كلام الان. طبعا عشان نكتب جمل لازم نحط بين قوسين، عفوا علامتين تنصيص اللي هو هذا اللي هو شيفت وحرف الطاء في الكيبورد، او مثلا نحط علامة تنصيص واحدة اللي هو كذا نضغطها مرتين فيطلع لنا هذه. طبعا اغلب شيء راح نستخدم علامة تنصيص ثنتين لان هي الغالب. طبعا نكتب الكلام اللي نبيه، مثلا نكتب هيلو الحاير. بعد ما خلصنا الآن وسكرنا علامة التنصيص نضغط الآن اللي هو رن اللي هو تشغيل. طبعنا الآن هلو الحاير، هذا يطبع لك الأشياء اللي انت تبيها. طبعا ميزة طباعة الجمل أن تطبع لك الشيء اللي تبيه يطبع لك إياه، يعني الشيء اللي تكتبه راح يطبع لك إياه. في طريقة ثانية، عفوا في الخطوة الثانية أو الثانية اللي هو طباعة الأرقام. طباعة الأرقام طبعا عشان بوضح لكم، لما نكتب برنت سوري لما نكتب برنت خلينا نجرب نكتبها بدون علامة تنصيص. هلو حاير، خلينا نجرب، ما راح يطبع لنا، فلازم علامة تنصيص. أساسا علامة التنصيص هذه في حالة واحدة لما يكون في معامل سواء متغيرات أو أرقام أو غيرها، لكن جمل كلام ينطبع فلازم يكون في علامة تنصيص. في الأرقام بدون علامة تنصيص، مثلا نقول 5، خلنا نطلب من البرنامج أن يطبع لنا 5، طبع لنا الآن 5 فعلا. طيب نقول مثلا 5 بين قوسين، خمسة بين علامة التنصيص، أعطانا 5 طبيعي لأنه ما في معامل ما في طلب. خلينا نشوف الآن، نقول مثلا 5+3 علامة التنصيص فطبع لنا، لكن أبي يعطيني ناتج، شو أسوي؟ أشيل العلامتين هذه التنصيص، 5+3 يطلع الناتج 8. شوف طبع لنا 8 الآن. في شغلة مو بس مقتصر على الزائد وبس، نقدر نضرب نقدر نقسم، وفي معامل يمكن ما تعرفونه انتم اللي هو معامل المئوي. المعامل المئوي هذا يعطينا الباقي من القسمة. يعني عشان اوضحها لكم بشكل واضح، نقول 10 عطنا باقي قسمتها من 2، يعني الباقي منها ما عطانا شيء. طيب خلينا نجرب نقول 7 عطنا الباقي من قسمتها من 2، فراح ينقص 2 ثم 2 ثم 2 بيبقى 1. نجرب الآن يطلعنا فعلا باقي 1، فهذا مو مئوي يعطيك بالمئوية، لا يعطيك الباقي بالقسمة. الآن في حاجة الأخيرة في الطباعة اللي هو حاجة تطبع الجمل مع المعاملات الرياضية. كيف؟ مثلا نكتب هنا the correct number، نقول 5+7 يساوي. طبعا هنا ما راح بيعطينا الناتج، ليه؟ لان هي داخله بين علامه تنصيص، فعشان نتاكد ما اعطانا اي حاجه. طيب احنا نبي يعطينا الناتج، فلازم نكتب احنا من نفسنا نجمعها من بالآلة عشان يعطينا، لا
نبدأ عن طريق المفسر. شو نسوي؟ نحط بعد العلامة التنصيص هذه نحط فاصلة. الفاصلة هذا المفسر نفسه راح يقراه انه فيه معامل رياضي راح يعطينا ناتجة. نقول 5 زائد 7 بعد علامة الفاصلة ندخل 5 زائد 7 ثم بعدها نضغط على run اللي هو تشغيل فعطانا الناتج the correct number 5 زائد 7 يساوي 12 فعطانا اياها. زي ما قلت لكم هي شغلة سهلة جدا ما احتاج اي صعوبة، بالعكس حاول تطبع اشياء مثلا نكتب هنا الحائر for other وهي شغلة سهلة. تقدر تسوي معاملات كثيرة يعني نبدأ بالأرقام مثلا نقول 5 زائد 7 ضرب 1100 ضرب 90 وتلخبط ولا لا لا يساوي خلاه من نفسه الآن راح يطبعها لك. تأكدوا فعلا أن هذا هو الحسبة الصحيحة. درسنا الجاي راح نتكلم عن المتغيرات وإيش هي ولماذا سميت، ثم بعدين راح نتكلم عن الروابط إن شاء الله. بالعكس سهلة جدا عليكم، يعطيكم العافية.